علاش بو ما بغانيش نكمل؟ كيفاش؟ حسب ديت كنجح هذا هو بدا كيقمع فيا. علاش؟ يا احمد الله يهديك، الدري راه نجح وش الدبلوم ديالو، خليه يمشي يقرا. الا ما غاديش اول مره غنشوف جدك تدخل في شي حاجه. وبغيت نعرف امين شاد مع الضد وغيتا مخليها تقرا ودير اللي بغات. لا لا غيتا كتقرا مزيان ام شحال هادي، ماشي بحال داك امين. شتي هذاك النجاح ديالو؟ راه ما تخلي من هنا ما خرج لي من هنا. شوف برات امين راه كيقرا مزيان، خليه يدير داكشي اللي بغا. عافاك غادي يمشي يقرا فين ما بغا. لا لا ما غاديش يمشي يقرا، انا اللي كنحكم في هاد الدار. وانا تنمو وانت انا كنحكم. واخا لا انا غنمشي ندوش ونرتاح والصباح يفتح. دوي مع راجلك، دوي معاه. انا داكشي اللي عندي راه قلتو ليه. صافي يا جده، بابا عارف مصلحتي، ما بغانيش نمشي ما غاديش نمشي. يلا انا مالك امين؟ غير وصلت لافاك وشافتني انيسه حسيت بشي حاجه طرات ليا. با من باك؟ ما بغاش يخليني نمشي في هذيك ليكول. وعلاش؟ ما بغاش، ما عرفتش. واخا جبتي نقاط مزيانين. امين مالك؟ الوليد ما بغاش يخليني نمشي في هذيك المدرسه. واخا خدمتي وتقدمتي والو. واخا هكاك امين، واش انت متاكد انك باغي دير داك المدرسه؟ متاكد 100% باغي نمشي. مسيو دويان، هذا امين مسعودي من اكل اخ لي زيتيديون اللي كانوا عندي هذا العام، ولكن قام بواحد القفزه انا وياه. ما كرهناكمش لو تعاونوه باش نقنعوا با باش يخليه يمشي يكمل قريته. واخا غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. On va convoquer ton père, on va le prendre une solution. Pas d'une fois que je me bête. تبارك الله عليك، طويجين هذا. نعطيك الصحة ماما. صحتكم. ما قديت على مرقة. إيه حق أحمد، نسيت ما قلتلكش. قبيلة عيطوا من لافاك ديال أمين، وقال لك خصك تجي عندهم راه بغاوك. لافاك بغاوني أنا؟ هادي 100% شي زبلة دار هذاك أمين. ولا واه ما تسبقش العيب، سير وشوف وعرف شنو كاين. بصح سير عندهم وشوف شنو كاين. صافي بابا صافي. على سلامة ولدي، كلشي بخير. ولدي امين انا كنعرفو مزيان، راسو قاصح وغشاش وما باغيش يقرا وما غنخليهش يمشي. سي مسعودي راه حنا عارفين هادشي كامل، عارفين ان امين راه كان غشاش وما كانش باغي يقرا وما كانش كيخدم، وانا هادشي كنت كنلاحظو، ولكن راه قام بواحد المجهود وخدم، وحنا من واجبنا ان حنا نعاونوه شويه. اولا مسيو ديكتور. من طبيعه الحال. اسمع سيدي، حنا سديناك لهنا للمكتب باش نحاولوا نقنعوك، هذاك راه بحال ولدنا. الله يهديكم، راه امين كان عارفو بحال يدي، راه راسو قاطح، راه عييت معاه، راه مشي يبني يا عباد الله. هذاك الولد تبارك الله راه كبار وواعيو، فهمتي؟ خليه يمشي يبني المستقبل ديالو بوحدو. بارك الله فيكم، انا عارف هاد القضيه، ولكن راه ما مسؤولش، راه مازال صغير، راه ما غاديش نخليه، ما يمكنش نخليه. ايوا صافي خلاص، شوف تكل على الله. المهم يكون خير ان شاء الله. ايوا الله يجازيك بخير. الله يكمل بخير. ايوا سيدي نتمنوا الخير ان شاء الله. جينا الوليد اش امين مسعودي، نجحت يا بابا نجحت، هذه هي السميه ديال عائلتنا، قلت لك تفتخر بها بابا. الحاجه الوحيده اللي كنطلب منك هي دير فيها الثقه، والله حتى باغي ندير مستقبل. ما عمرني ما قدرت نهضر مع با حيت ما كناش كنتفاهموا، اول مره كتخرج لي الهضره معاه. صافي ساليت معاها هاد الروينه، غادي نرجع اخيرا للحياه العاديه، واخا ما بقاتش كما كانت. باغي تبدل؟ صافي عمرني ما نعاود نستعمل البوفوار، حيت بقيت كنخرق حتى كنت كنخرج على راسي وعلى الناس اللي كنعرف. بسببو دوزت بزاف ديال الحوايج، بدلت سيفتي كما بغيت، ضحكت على كل شيء، كذبت، غشيت،
هادشي كله بدلني. ما عرفتش. كنت باغي نولي حسن ووليت. كنت باغي نقرا ونجحت. كنت باغي نكون مع أنيسة ووليت معاها. كنت باغي الوالد والناس يحترموني وربحت الاحترام ديالهم. وجيسي وأمينة وحميد وكل شي الآخرين عاونوني باش نوصل. علموني بلي حتى شي واحد ما كامل. مهم هو تعرف شكون انت، ما تكذبش على راسك وتزيد القدام بالخدمة. هذا هو البوفوار الحقيقي. وتعلمت أهم حاجة، أنا أمين وبخير. وهاد الليلة أنا أمين وماشي شي حد آخر اللي غادي يكون مع أنيسة. يلا السلام عليكم. أمين شات بوكيسة. إي ولدي غزال فين غادي؟ غادي للسوارية. ديني معاك. وصولي البابا. أمين عافاك ما تجيش معطل. واش شتو طاكسي فاش تكون جاي انت وصحابك؟ واخا بابا ديني معاك. تاد بقى هنا وتجوج مع موحة. لا عبدو اسمح لي. يلا الله يخطيكم عليا. سلام. اول مره كندخل شي سواريه كنحس براسي فيها مرتاح، وحتى حد ما كيشوف فيا يشوفها ناقصه. في الحقيقه هذا الشيء كله سببه انيسه. كل ما كانت هي ما عرفتش كيفاش غادي نكون. اليوم لا كونسوماسيون غراتيس. يلا 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 عطيه واش بغا. النهار تلاقيت بيك حياتي تبدلات. كانت تبدلات حياتي. لولو فيك تهونتي تتشانج. شتو دو تو على نوتر. على نوتر. كنيسة أنا فرحان حيت أنا هو أنا. ماك شنو وقع؟ ها والو. كنيسة جي مازال الحال ولكن بحال ديما كتخرج لك شي حاجه من الجنب كتريب لك كل شيء. اوه لا ما يمكنش الا هذا البلان كان كيسحب لي ساليت مع هذا الفيلم. ولكن هذه كانت غير البدايه ديال استوار كبار.